هي الوعود الكاذبة التي طالما سمعت قبل الانتخابات بنت حاجزا كبيرا بين المرشح والمواطن، لا سيما من سكن مخيمات النزوح وعاش معاناتها. اليوم وبعد تلك السنين العجاف التي مرت عليهم، النازحون يرفضون إعطاء صوتهم أو بيعه لمن لا يستحق ولمن نسيهم ولا يتذكرهم إلا وقت الانتخابات. بس بوقت الانتخابات جاي يعرفونا ويجونا ونرجعكم بأسبوع الأخ والثاني وشهر وشهرين، فمن تنتهي الانتخابات بعد ما حد يعرفنا، فإحنا مستعدين اللي يرجعنا ويصير شريفة ننتخبه وننتخبه بدمنا بصمنا، والما يرجعنا ما ننتخب أي شخص وإحنا بخيمة، يمت ما رجعنا لمناطقنا ننتخب، ولا مو عراقيين خلي يقولون حتى نسافر غير دولة. والله ما انتخب أي كائن ما يكون من البشر. ليش؟ ليش؟ ماكو نتيجة عمي. هو اللي رجعنا من الخيمة، هاي الخيمة. لو خلينا بالخيمة بشتياء ثلج. أول قياض حمام الصراط المستقيم. بس عايزنا نفحم ونموت. العودة إلى الديار وتوفير سبل العيش الكريم هو ما ينتظره النازحون بعد أن عاشوا أكثر من 7 سنوات تحت فقر وذل هذه الخيام، لذا فهم رافضون فكرة الانتخاب لما يعانوه ولما يمر بهم. والله ما ننتخب واحد من عندهم، احنا مجدوعين هنا يم السكة مال المحطة مال القطار، الخيم تاخذ علينا، المطر من يجي تفيض خيمنا، أطفالنا ماتت من وراء البرد، يعني أي خدمات ما قدمونا. ما ننتخبهم لوش ما يصيرون. والله لا ننتخب ولا بد، هاي صار لي 7 سنوات يا المجدوع أنا وبنواتي ما حد عرفنا بكل شيء، حتى من الجوع متنا، كيلو طحين ما نقدر نشري. الله وكيلك هسه على الوكيل وجبتي هناك ما أقدر أروح أجيبه زين. والله العظيم ما عندي ولا أنتخب ولا أبد، يجي ينطرد من الباب الخيمة. من باب الخيمة كما تقول هذه المرأة المسنة سترد من يأتيها محاولا شراء صوتها بوعود كاذبة مرة ومرة أخرى، وعليه فإن واقع الانتخابات القادمة عند النازحين سيكون مختلفا هذه المرة. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.